أهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من المشهد، والتي نخصصها للحديث عن أبرز التطورات في ملف الأزمة السياسية في تونس. فمنذ إعلان الرئيس قيس سعيد قراراته الاستثنائية يوم 25 من جويلية تموز الماضي، تعاقبت أحداث وتطورات ومواقف وتصريحات لازمت المشهد التونسي. أعلنت نجلاء بودن رئيسة الحكومة التونسية عن تشكيلتها الحكومية، مشيرة إلى أن الحكومة ستركز أساسا على مكافحة الفساد وإعادة ثقة المواطنين والأطراف الأجنبية بتونس. وأدت بودن وأعضاء حكومتها صباح اليوم الاثنين اليمين الدستورية أمام الرئيس قيس سعيد في قصر قرطاج. وقالت بودن إن برنامج حكومتها الجديدة سيركز أساسا على استعادة الثقة في الدولة وثقة المواطن في نفسه وفي العمل الحكومي، واستعادة ثقة الأطراف الأجنبية بتونس، فضلا عن مكافحة الفساد الذي أدى لفقدان الثقة في أي محاولة إصلاح جذري وحقيقي، وإعادة الأمل للمواطنين في مستقبل أفضل وتحسين ظروف العيش وفتح مجال الاستثمار. استجابة لمطالب شعبها بانفتاحها على كل الآراء وكل الأطراف، ولضمان استمرارية العمل الإداري، وحتى تتمكن الحكومة من الشروع الفوري في العمل، فقد تم الحفاظ على الهيكل الكبرى الحالية للوزارات، على أن يتم النظر في تطوير مهامها لتكريس التوجهات المذكورة. وفقنا الله في خدمة وطننا العزيز. عاشت تونس وعاشت الجمهورية. وفي كلمة للرئيس قيس سعيد بعد أداء الحكومة اليمين الدستورية، توعد بتطهير القضاء وبإنقاذ الدولة التونسية من براثن الذين يتربصون بها في الداخل والخارج. نعيش لحظات تاريخية، لحظات سنصنعها معا، لعلها لحظات صعبة، بل هي صعبة وفيها من التحديات الكثير، ولكن الإيمان بالنجاح والإصرار عليه هو الذي يجمعنا، وسننجح إن شاء الله تعالى في هذه المرحلة لإخراج تونس، لإخراج بلادنا التي تتسع للجميع، ولكن لإخراجها من هذا الوضع الذي تردد فيه. ومن أكبر التحديات التي سنواجهها معا بنفس الإرادة الصلبة وبنفس العزيمة القوية، إنقاذ الدولة التونسية من براثن الذين يتربصون بها في الداخل وفي الخارج، من براثن الذين لا زالوا يعتقدون أن المناصب غنيمة أو قسمة للأموال العمومية أو قسمة لمراكز النفوذ. سنفتح إن شاء الله تعالى كل الملفات، ولن نستثني أي ملف، ولا فضل لأحد على أحد، ولا مكانة لمن يريدون العبث بسيادة الدولة. في هذا اليوم نعيش لحظات تاريخية.
هذا وقد تظاهر آلاف التونسيين وسط العاصمة أمس الأحد للتعبير عن رفضهم للتدابير الاستثنائية للرئيس قيس سعيد في وقت تحدثت فيه بعض المصادر عن قيام السلطات بالتضييق على المتظاهرين واستهداف بعضهم بالقنابل المسيلة للدموع مقابل عدم استهداف المؤيدين للرئيس سعيد، فيما أكدت وزارة الداخلية وقوفها على مسافة واحدة من جميع المتظاهرين. وردد متظاهرون الأحد أمام المسرح البلدي في شارع الحبيب بورقيبة شعارات مناهضة للرئيس سعيد الذي اتهمه البعض بمحاولة تقسيم التونسيين، ودعا بعضهم لإسقاط الانقلاب في إشارة للتدابير الاستثنائية. وقرر الرئيس التونسي إلغاء الإقامة الجبرية عن نواب ومسؤولين سابقين في خطوة اعتبرها مراقبون محاولة لامتصاص الغضب الشعبي المتصاعد ضد تدابيره الاستثنائية التي عطلت المؤسسات التونسية وساهمت في تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. وأبدأ الآن بالترحيب بضيوفنا معي من تونس، أستاذ القانون الدستوري الأستاذ عبد الوهاب معطر، أهلا وسهلا بك سيد الكريم. وأيضا انضم إلينا من لوكسمبورغ الناشط السياسي الأستاذ عمر قفصي، ومن تونس الناشط السياسي والباحث الأكاديمي الأستاذ الأمين بوعزيزي، إلى أن ينضم إلينا بقية الضيوف. أبدأ معك أستاذ عبد الوهاب معطر، أهلا وسهلا بك، شكرا لانضمامك إلينا. إذن حكومة جديدة في تونس والرئيس قيس سعيد متمسك بإجراءاته الاستثنائية، رأيك بالمشهد اليوم؟ سيدة الكريمة، ما يقع اليوم في تونس هي شيء سريالي حقيقة. المشهد السياسي تعلمين أن قيس سعيد أجرى تمييز أو مفارقة بين ما يسمى الشرعية والمشروعية. الشرعية بالنسبة إليه هي ترسانة القوانين المعمول بها في الدولة والمعترف بها، والتي قال عنها أنها لا تصلح لأنها وضعت على المقاس، واستعاض عنها بمفهوم جديد هو المشروعية، وقال أن هذه المشروعية هي التي تمثل إرادة الشعب، مستخلصا من ذلك أنه هو الوحيد الذي يمثل إرادة الشعب، وأن الشعب يتصرف هو على أن الشعب يريد وأن الشعب يعرف ما يريد. وبالتالي قام بانقلاب يوم 25 جويلية، وعقبه
بإجراءات استثنائية ألغى بها الدستور ووضع نفسه على حكم مطلق فردي له كل الصلاحيات دون رقيب أو حسيب. يوم 10 أكتوبر الشعب خرج في مظاهرة في شارع الثورة في شارع حبيب بورقيبة سابقا ليثبت لهذا الرئيس، وأنا لا أقول رئيس أقول لهذا قيس سعيد شاغل القصر، أن الشعب الذي يقول عنه ليس معه، وفي أسوأ الحالات فأن هذا الشعب مقسم، وبالتالي فلا بد أن يأخذ بعين الاعتبار هو كرئيس وضع ليمثل الوحدة الوطنية وليمثل الفكر الجمعي وليوحد التونسيين، أن يأخذ بعين الاعتبار أن الشعب ليس كله معه، وأن بل أقول أن أغلبية الشعب يضده، لكنه هو لا يرى ولا يسمع، وأنه لا يحلم إلا بالحكم المطلق. ولذلك فإن هذا المغزى الأساسي لما وقع أمس في شارع الثورة هي رسالة مضمونة الوصول واضحة للعالم في الداخل والخارج أن هذا الشعب ليس مع هذا الذي يقول أنه يمثل الشعب. اليوم يزيد يهرب إلى الأمام ويعين حكومة بالأساس غير شرعية بلغت بها الوقاحة أنها اليوم تؤدي اليمين على الدستور، في حين أنه ليس لدينا دستور، كان عليها أن تؤدي اليمين على الأمر الرئاسي 117 الذي يجعل قيس سعيد هو الحاكم المطلق، هو الإمام المعصوم، وأن هؤلاء وأنه يتحكم في كل دواليب الدولة وفي كل خياراتها وفي كل برامجها، وأن هذه ما تسمى حكومة ما هي إلا موظفين لديه. كان يجب أن يؤدوا اليمين مع من نتحدث اليوم. شكرا جزيلا لك المدون والناشط السياسي الأستاذ مهدي الباهي، كنت معنا من لندن. أذهب الآن إلى الأستاذة الباحثة في الفلسفة السياسية الدكتورة نرجس التركي. أهلا وسهلا بك سيدتي الكريمة، شكرا لانضمامك إلينا. واضح أن هناك في حكومة جديدة الآن في تونس، هناك مظاهرات داعمة للرئيس وأخرى رافضة للإجراءات الأخيرة وصلت لحد مطالبته بالتنحي، كما سمعت قبل قليل واضح أنه هناك من يتحدث عن حزب بعينه أنه هو المشكلة يعني في التي تسببت في أزمات تونسية عديدة. كيف ترين الأوضاع؟ إلى أين تتجه الأمور؟ وما هو المخرج بعد كل ما سمعناه؟ مرحبا بكم وشكرا على هذه الاستضافة، ومرحبا بضيوفكم الكرام. وفي الواقع سؤالك يعني يتفرع إلى عدة أسئلة سيدتي. إذن الوضع الآن في الواقع ليس فقط في علاقة بحزب بعينه، بل في علاقة بأحزاب ساهمت وأدت إلى الوضع الذي عشناه في الصراع من أجل الصلاحية والصراع من أجل الوزارات ومن أجل المناصب. هذا ما أدى إلى المشهد المشوش والمشهد الدامي إلى حد ما، إن شئت أن أقول في صيغة تمثيلية، يعني أحيانا لا نحمل جهة بعينها، حتى الصمت المواطن، صمت المنظمات الوطنية، يعني 10 سنوات ليست سهلة لتمر بالشكل الذي مرت به من ناحية، من ناحية أخرى 10 سنوات في عمر الثورات لا تعني شيئا، لأن الثورات تبقى 100 سنة على الأقل لكي تستقر الأمور وفعلا تتخذ مسارها، كما نرى في الثورة الفرنسية، الثورة الأمريكية، والثورات التي عرفتها الدول. بالتالي يعني الوضع الذي نعيشه اليوم هو فعلا وضع دقيق جدا، لأنه يبين بأن الشارع أصبح منقسما، أو إن كنت أن أقول بصفة موضوعية كان منقسما وزاد انقساما، كانت انقسامات أيضا ثنائية ثلاثية اليوم أصبحت واضحة. ولكن المشكل هنا أصبح في علاقة بدستور، في علاقة بكلمة شرعية، في علاقة بكلمة صلاحية. كان الانقسام في علاقة بأحزاب، اليوم في علاقة بمسألة أخرى، مسألة التأسيس في حد ذاتها. يعني التشكيك في هذا أو في ذاك هو ما يخيفنا إلى حد ما، لأن هذا تشكيك في المسار أساسا، المسار في حد ذاته، وهذا هو ما يخيفنا.
ولكن أيضا في مسألة تحدثنا عن المخارج، اليوم نحن أمام أمر واقع، لأن الواقع يفرض نفسه اليوم. نحن أمام أمر واقع بين ظفرين، من يقول بأن هذه الحكومة ليست شرعية كما ذكر ضيفكم الكريم، وهناك من يقول أن هذا ما كان يجب أن يقع، خاصة بعد الوضع الذي عاشته البلاد من تأزم 10 سنوات جوع، 10 سنوات لم يقع الاستجابة للمطالب الشعبية التي خرجت الثورة من أجلها، 10 سنوات صحيح أننا تحصلنا على حرية التعبير، حرية الصحافة إلى حد ما، وهذه يعني اكتساب، وهذا مسألة هامة جدا، لأنها في الواقع الثورات تقوم أساسا من أجل تحقيق التحرر من الطغيان، ودرجة أعلى هو تحقيق الحريات. تحقيق الحريات اليوم في علاقة بالحاجة، لبزوان. إن كانت هذه الحاجة لم تتحقق لا أستطيع أن أكون حرا. أنا اليوم مديون إلى دول خارجية، أنا اليوم مقيد بمعطيات محددة، مقيد بمطالب محددة، مقيد بمواطن يطالبني بجملة من المطالب. بالتالي هذه الحكومة ستجد نفسها أمام تحدي كبير، إلى جانب الاتهام بأنها غير شرعية إلى حد ما، أقولها بين ظفرين بكل حذر، لأنني أقرأ قراءة موضوعية، لا أسقط أحكاما على شيء، على أمر لم نره بعد، أو من لم نرى تأثيره بعد على مستوى الفعل السياسي، لأن السياسة في النهاية خطاب، نعم، ولكن السياسة فعل أيضا، لأن المواطن يحاسبك على ما تقدمه له. بالتالي هذه الحكومة نستطيع أن نقرأها إلى حد ما، هناك نسبة هامة من النساء، وهناك أيضا وهذا وجه 10 وزيرات، نعم، هذا وجه جديد إلى حد ما نستطيع أن نقرأه بصفة إيجابية، إن شئنا أن نقرأه إيجابيا، بأنه المرأة وقع دائما جعلها تشتغل فعلا في السياسة، ولكن في الصف الثاني، ولا تأخذ إلا وزارة أو حقيبة أو حقيبتين. بالتالي اليوم نتحدث عن نساء دخلنا الحكومة، لكن هناك من يحكم على هذا الدخول بأنه توظيفي. هذا التوظيف لا نستطيع أن نحكم سلبا أو إيجابا، السياسة كما قلت هي ممارسة، هي فعل، وليس وليد لحظة أيضا، هو وليد مخاض، وليد تغيرات، وليد أوضاع يعني تفرض نفسها على الوزير أو على الوزارات، على الشارع بطبيعة الحال. نحن أصبحنا اليوم نحتكم إلى الشارع، لم نعد نحتكم إلى برامج بشكل كبير، وهذا هو ما يجب أن يقع التفكير فيه بكل جدية، البرنامج الذي يخرج البلاد من الأزمة، وليس الشارع الذي نجعله يحتقن، ويعني نجعل المواطن يضرب أخاه المواطن، وهذا أيضا وجه لا نريد أن نراه في تونس، كلنا توانسة يعني، لا يجوز الانتماء في حد ذاته إلى حزب أو إلى فكرة أو إلى توجه معين يجعلني أضرب مثلا صحفي يخرج أدائي وظيفة يعني نبيلة إيصال الحقيقة، هذا ما لا نريد أن نشهده في تونس. إذن سألت سيدتي المخرج كيف سيكون المخرج، أتأمل كثيرا بأن يكون هناك حوار حقيقي، حوار بالمعنى عدم استثناء أي طرف ما لم تتعلق بشبهة فساد أو أي يعني أمر قضائي. بالتالي الحوار يجب أن يكون مفتوح، هذا كلام على مهم، والشعب التونسي ينتظر هذا الحوار الوطني، خاصة أنه الرئيس قيس سعيد وعد به بمكالمة هاتفية مع الرئيس الفرنسي ماكرون، وقال له أنه بعد تشكيل الحكومة مباشرة سوف يعلن عن حوار وطني. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه أستاذ عمر قفصي، هل سيكون هذا الحوار وطني شامل، أم سيكون هناك إقصاء لبعض الأحزاب التي يعتبرها الرئيس قيس سعيد أنها يعني معارضة له؟ كما عودنا الرئيس قيس سعيد، هو لا يريد حوارا إلا مع المناشدين، فلن يكون حوارا وطنيا، علما وأنه كنت أريد التفاعل قليلا مع الأخت التي تكلمت، هي تتحدث عن نرجس. نعم تفضل. عن الحرية التي تتحدث عنها التي اكتسبناها بعد الثورة. أولا هي جاءت بنضال ناس شباب مثلي في 2011، ولا نعلم لمناصر الرئيس اليوم عملا معنا في أيام الثورة، هم من كانوا ضدنا أيام الثورة.
أما عن كنا لن نحتاج إلى التواصل والحوار عبر قناة المغاربية لو كانت المنابر في تونس مفتوحة، وشكرا لكم لفتح هذا المنبر للحوار عن ذلك. العفو هذا واجب، تفضل. الرئيس المنقلب قيس سعيد لا يريد حوارا إلا مع المناشدين، واليوم أعلن عن الحكومة من حيث الشكل باطلة، لأنه هي وزيرة أولى لا يتسق ذلك مع دستور 2014، ثم يريد بعدها أن يترأس هو المجالس الوزارية. كان بإمكانه أن يفعله في دستور 2014 لكنه لم يفعله لمرة واحدة، ثم سيقوم بلجنة لتنقيح على مقاسه ومقاس تنسيقياته، لأنه تحدث في خطابه عن أنه سيتحاور مع الشباب في الجهات، والشباب في الجهات أنا تقريبا أعلم في جهتي من هم، وذلك بالنسبة لي يعني قمة العار بالنسبة لتونس إن كان سيتحدث مع هؤلاء فعلا، لأنهم ناس معادين للجميع أصلا، يعني لا يحسنون إلا الشتم والثلب وليس لهم مشروع أصلا. يريد الحوار مع البيروقراطية النقابية، مع حركة الشعب من المناشدين، مع بعض النقابات الأمنية الفاسدة، ومع تنسيقياته، وسيكون هذا الحوار، ثم يكون لجنة يترأسها هو في القصر لتعديل النظام الانتخابي والدستور التونسي على هواه بعد أن علق الدستور 2014. أيضا هناك ملاحظة من حيث المضمون على حكومته، لأول مرة في تاريخ تونس نسمع كلاما عاشت تونس عاصة الجمهورية، وهذا اقتباس من فيف لا فرانس فيف لا ريبوبليك، لأن رئيسة حكومته وكان يتكلم أحد المناشدين له من بريطانيا يقول لا حاجة لنا بفرنسا، وكان يتباكى اليوم الرئيس عن قمة الفرنكوفونية ويريدون أن يفسدوا علاقتنا بفرنسا، وفرنسا هي بالنسبة له ماما فرنسا. والوزيرة الأولى حتى في خطابها تستعير الخطاب الذي يستعمله الفرنسيون، فيف لا فرانس فيف لا ريبوبليك، عاشت فرنسا عاشت الجمهورية. والملاحظ أيضا في حكومته أنها حكومة جاكوبينية، بمعنى أنها مركزية، وهذا أصلا مشروع قيس سعيد، أي أنتم تريدون لكنني أفعل ما أريد، سأتناقش معكم، أنتم لا تفهمون، أنا سأقوم بما يجب أن أقوم به، لا يستمع إلا للخارج، حتى خطاباته كلها موجهة إذن للخارج. ما المنتظر الآن من الرافضين لقرارات قيس سعيد الاستثنائية؟ ما المنتظر؟ هل هناك المزيد من التظاهر والاحتجاجات؟ أين ستصل الأمور؟ بعد التضييق هو بعد كما قال لينين في الثورة البولشفية، قال أنه نحن لا نحتاج ثوار لنقوم بثورة، نحن نحتاج أن ندع من يحكمون يحكمون، وهذا ما سيحدث بما أنه ضيق على الناس في الجهات، الناس عاينت أن الأمن التونسي كان يمنعهم من ذلك، عاينت أن للبعض في تونس مثل ما كان وقت الاحتلال الحق في التظاهر والحق في أن يفعلوا ما يريدون، لأنهم موالون ومناشدون، ولا حق لهم في أن يفعلوا ما يريدون، كأن البلد يعني أصبحت ملكا له ولمناشديه، وهم قلة فعلا قلة، ولم يكونوا من أنصاره في انتخابات 2019. عند العودة إلى الجهات ستتكون في الجهات رافضين له، خاصة وأنه من إجراءاته في الأسبوع القادم سيضطر، لأنه من يريد أن يحكم يجب أن لا يعتمد إلا على الولايات وليس الكفاءات، فسيقيل بقية الولايات ويضع لنفسه بأن له حكومة الآن لا شرعية، ولايات ومعتمدين، فيصبح الرفض موجود معمم على كامل تونس. وطبعا ليست له سياسة اقتصادية وله مشاكل مع الخارج، لأن الحكومة لا شرعية، يعني لن يقدر على أن يأخذ قروض. إذن أيضا السيناريوهات مفتوحة والاحتمالات عديدة. أشكرك شكرا جزيلا. شكرا. الناشط السياسي الأستاذ عمر قفصي كنت معنا من لوكسمبورغ، أكيد للحديث شكرا. بقية شكرا لك. أذهب إلى الأستاذ عبد الوهاب معطر، أستاذ القانون الدستوري، وعذرا تأخرنا عليك سيد الكريم. هل تعتقد أنه خطابات قيس سعيد الأخيرة بعد 25 جويلية عمقت من الانقسام في الشارع التونسي؟ يعني هذا سؤال يطرحه الناس اليوم، خاصة أنه هناك من اعتبر أنه هذه الخطابات أو هذا الخطاب خطاب متشنج. نعم، خليني أولا أحيي ضيفتك الجديدة في الجاي من تونس. نعم.
نعم سيدة نرجس، نحن حقا في بحاجة إلى إسهامات مثل هذه القامات يعني في العلم، وتحلل كل الأمور بموضوعية، ورجعت حقيقة النقاش إلى مستواه، يعني مش كيف اللي قبلها معناتها واحد. احنا في حاجة حتى كل نختلف معاه فنتنور بها ونفهم الموضوع هذا. أكيد. فقط نختلف معاه في أن السياسة صحيح هي نتائج، لكن ليس بمنطق أن نتركه يعمل ونرى، لأن الشعوب في بعض الأحيان تترك تعمل. نعرف ماذا وقع في العديد من الدكتاتوريات، تركوا يعملوا حتى خربوا البلاد والعباد. كسياسيين نحن نستطيع بالمؤشرات، وأنا أدعو الأخت نرجس شوف المؤشرات في البلاد لترى هل هذه الحكومة لها إمكانية النجاح. شوف المديونية وشوف العزلة الدولية اللي وضعنا فيها، منين مش تجيب التمويل، منين تجيب الاستثمار، منين مش تجيب يعني الآليات والمواد الأولية، منين مش تجيب الطاقة والتعويض. كل هذه أمور يعني حقيقة تطرح أي سؤال، وأي حكومة لو كان حتى جبت حكومة يرأسها سيدنا يوسف لا تستطيع فعل أي شيء. ولذلك فإننا نقوم بالمؤشرات أن هذه الحكومة فضلا عن عدم شرعيتها إلى غير ذلك، حتى إذا تجاوزنا ذلك فإننا كل ما يؤدي إلى الفشل الذريع. وأنا حقيقة أشفق على النساء الموجودات هناك، وكان بيودنا أن تكون هناك حكومة قوية ولها الآليات، وهي نتيجة حوار وطني ونوع من الوفاق الوطني، يكون فيها نساء فاعلات، لأن المرأة التونسية قادرة على الفعل. وأنا كنت وزير وكانت أكثر أعضائي من النساء، لأنهن عندهم ميزات خاصة عن الرجال. للأسف الشديد هؤلاء بما فيه من الأخت نجلة بودن هم ضحايا قيس سعيد، وسأقول ذلك وسأكرره وسنرى المآل. نرجع إلى الخطاب وسؤالك يا سيدة الكريمة، راهو يعني شيء قلت لك سريالي. يعني أنا أتوجه بالسؤال إلى السيدة نرجس، الرئيس الجمهورية، رئيس جمهورية اللي هو يعني يقسم على الدستور وأنه حامي المجتمع وأنه حامي الوحدة الوطنية وسيادة تونس، هل يمكن أن يقسم الشعب بخطابه من أول يوم كان يحكي على الغرف المظلمة، على محاولة اغتيال، على أن الناس هذوما يعني خونة، وهم وصل به الأمر أخيرا إلى يحكي على حشرات ويحكي على شياطين وقع رجمهم، يحكي على معناتها ليس، وهذا الكل هذوما اللي خرجوا من 10 أكتوبر، هذم الديمقراطيين، هو فقدت الملائكة وجماعتهم الملائكة والآخرين شياطين، هذا مش يقسم، هذا يدعو إلى الحرب. وخرجوا هما ظهرت، خرجوا حتى قائمات في ناس قالوا أنهم خونة واستباحوا دمائهم. وشوف الخطاب الآخر اللي انعكس من قصر قرطاج، مشى إلى أنصاره، لا حتى في المواقع الاجتماعية لما تكتب أي شيء. وأنا كما قلت لست نظرا ديمقراطي وثوري، فقط هذا هو ذنبي. يعني حتى في عهد بن علي لما كنا نكتب لا نرى تلك المعارضة، يسحلونك، يقولون في كل شيء، خرجوا فيك الإشاعات، يسبوك، لأن هذا اقتبسوا هذا الخطاب المدمر، الخطاب المقسم، الخطاب الاحترام والغيظ، اقتبسوه من قيس سعيد إلى حد أن وصلوا إلى يحرقوا في الدستور. حرقان الدستور صحيح ما عملوش قيس سعيد، أنصار قيس سعيد عملوه، لأن الرئيس يقول هذا الدستور هو حداء وأكله الحمار إلى غير ذلك. يا أختي العزيزة هذا خطاب محل درس، وإذا كان نقول قيس سعيد كله في قلب بعضه هو ظاهرة للدرس، ظاهرة للدرس في جميع المجالات. وذاك علاش يعني الخطر الداهم يمثله قيس سعيد بالنسبة إلي. الوطن في خطر، والخطر يكمن موجود في عند قيس سعيد وفي قصر قرطاج. وعلما باني انا مأيس منه، ما لاني معرفتي به، انا نعرفه من سنه 85، ونعرف تصرفاته، ونعرف يعني ماذا فعل حتى قبل الثوره. ولكن هناك اناس يعني يريدون ان يعطوه فرصه يعني لمحاوله تصحيح المسار، هكذا يعتقد البعض في تونس. لكن أي تصحيح مسار؟ هل أن تصحيح المسار كيف ما نقوله معناتها نطيشوا الرضيع مع الماء الغسيل؟ نعم يعني هذا هو المشكل. كلنا معه، كلنا يلزم الإنقاذ، كلنا يلزم التغيير. الطبقة السياسية عندها مسؤولية، ويلزم غيره البلاد.
لكن باي اليه؟ باليه الانقلاب، باليه انك توصل للحكم الفردي. عمرها ما عرفتها تونس حتى في عهد بن علي. نعم. حتى في عهد الباي، الباي كان عنده مجلس اكبر. اليوم بن علي هو عنده جميع السلطات بمطلقه، وليس هناك حتى رقابه عليه. اسمح لي استاذ عبد الوهاب معطر، وايضا سيدتي استاذه نرجس، اكيد سوف نعود لك. نتابع ما قاله الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بخصوص مستجدات الاوضاع في تونس. احنا اللي يمس تونس يمسنا، باش نتداخل في الامور الداخليه تاع تونس احنا محرمينها على انفسنا، ماشي معناها ندخل في امورهم الداخليه. باش نساند مساندين تونس باش تخرج من النفق. ما طلبوا المساعده نتاعنا ايام الكوفيد، ما كوفيد كذا، كنا حاضرين ورانا حاضرين الى يومنا هذا. الباقي يبدو ان الامور دستوريه عندهم. انا نشهد للرئيس قيس انه انسان مثقف ديمقراطي وطني الى النخاع، ما نقدرش نلوم عليه بحاجه اخرى. وكما يقول اهل مكه ادرى بشعبها. اهل مكه ادرى بشعابها. استاذه نرجس التركي، تعليقك. يعني قال نحن نساند تونس للخروج من النفق ولكن لا نتدخل بشؤونها الداخليه، رايك في هذا الخطاب؟ وقع خطابه خطاب دبلوماسي بامتياز، لأنه فعلا لهم سياسة. الجزائر واضح يعني جدا هي دولة جارة تحترم يعني السياسة الداخلية للدول المجاورة رغم الخلاف الذي بينها وبين المغرب، لكن تونس بشكل خاص بالنسبة للجزائر فلم تصل بالنسبة لرئيس الجزائر الأمر الذي يتطلب التدخل بمعنى المساس بالقرار الداخلي بالنسبة للدولة التونسية. ونفهم أيضا أن الجميع يقرأ المشهد الذي نراه اليوم بالساحة، يعني نرى انقسام كما ذكر ضيفكم الكريم يعني الدكتور عبد الوهاب مطر. في الواقع أن هناك يعني انقسام، هذا الانقسام مجرد أن ينحاز إلى جانب معين فإنه سيرتكب خطأ إلى حد ما دبلوماسي في أنه يصطف مع فئة من الشعب ضد فئة أخرى، وهذا بالنسبة لهم تصوروا أنه معقول جدا لا يجوز، في انتظار ما سيفرزه المشهد لاحقا. وفي تعقيب على ضيفكم الكريم تحدث عن النساء التي وقع يعني تكليفهن اليوم في الحكومة بأنهن وقع توظيفهن، ليكن إن شئنا أن نقرأ هذا إلى حد ما بين ظفرين، ليكن سيدي الكريم هذا فعلا ما حدث، إن كان هذا فعلا فإن المرأة دائما يعني هي التحدي، ونحن نعلم أن التونسيات في تونس لهن باع وذراع في الأزمات ولهن صيت حتى عالميا على فكرة سيدتي الكريمة. نعم، معلش لأن الوقت يدهمنا. يعني أستاذة نرجس، ما الضمانات التي تمنع تحول قرارات الرئيس من استثنائية إلى دائمة كما نرى اليوم؟ في الواقع القول بالوضع الاستثنائي سيدتي الكريمة هو حتى على مستوى الفلسفة، على مستوى العلوم السياسية اليوم ظاهرة عالمية أصبحت متفشية. الاستثناء هو القاعدة وليس العرض الذي نستثنيه إلى حد ما، لكن أن يتواصل هذا الاستثناء هو ما لا يمكن للسياسة أن تقبل به، لأن السياسة مبنية أساسا على مبدأ الاستقرار، على مبدأ الأمن، على مبدأ يعني الاستدامة. هذا إن لم يكن متوفر فإن سيقع يعني ضعضع على مستوى الثقة، حتى ولو قلنا أن هناك فئة من الشعب تصطف إلى هذا الجانب فإنها ستفقد السياسة يعني هذا الجانب شيئا فشيئا. المفروض أننا نتجاوز المرحلة الاستثنائية إذا إن شئنا أن نقرأ موضوعيا. بطبيعة الحال أن تشكيل الحكومة يبدو أنها مؤقتة إلى حد ما لتمر بهذه المرحلة، ثم يقع يعني الحديث عن حوار لا يستثني أحدا، وهذا هو المطلوب لكي يقع فعلا إعادة النظر في الدستور. لأن نقرأ أيضا أن الدساتير كما يذهب يعني
يعني جيفرسون في قراءة الدساتير وهو مختص في الدساتير في القرن الثامن عشر، يذهب إلى أنه يمكن تعديلها باعتبار قراءة الصلاحيات تعديلها، ولكن الرئيس قيس سعيد تحدث عن تطهير. نعم سيدتي، الرئيس قيس سعيد تحدث عن تطهير وليس تعديل. التطهير، التطهير هي كلمة في حد ذاتها يعني تفيد وكأننا نمر بأزمة الفساد الذي هو يعني خرج بهذه النظرة بأن كل من مارس السياسة الأحزاب له قراءة معينة للأحزاب وللسلوك. وأيضا قمتم في الروبورتاج في بداية التقرير ب يعني عرض المشاهد التي يعني تعمد يعني نشرها أو بثها بالنسبة لمجلس النواب الذي وقع تجميده. نعم. يعني في الواقع لو شئنا أن نقرأ كل هذا فإن فعلا تونس تمر بمرحلة هامة جدا، أريد أن أقرأها إيجابيا حتى وإن كان هذا الانقسام، حتى وإن كان يعني نتمنى أن تكون الأمور يعني تقرأ بشكل إيجابي رغم أنه الكثير متخوفين من أن تسوء الأمور. على كل حال شكرا جزيلا لك الأستاذة والباحثة في الفلسفة السياسية الأستاذة نرجس التركي، شكرا على هذه المشاركة. وعودة بعجالة سيد الكريم أستاذ عبد الوهاب، يعني هناك حرب كلامية بين الرئيس قيس سعيد، هو يقول اليوم حتى ذكرها ويوم السبت بأنه هناك أشخاص يعرفون من هم، تحدث عنهم بأنهم يريدون أن يقحموا دول خارجية في الشأن التونسي. أيضا هناك تصريحات جديدة لل الرئيس الأسبق المرزوقي قال فيها أنه أعداء الربيع العربي يتحكمون بتونس جراء انقلاب سعيد. تعليقك بعجالة لأنه قارب الوقت على الانتهاء أو بالفعل انتهى، تفضل سيدي. نعم سيدتي، هذه كلمة حق كالعادة يراد بها باطل. تعلمين وهذا معروف أن تونس ليس منعزة على العالم، العالم الكل ولا أصبح قرية، والديمقراطية أصبحت مطلب شعبي في كل بلدان العالم. ونحن أنا شخصيا مش المرزوقي شخصيا أدعو جميع الديمقراطيين في العالم أن يسندوا الديمقراطيين في تونس حتى لا تقع الانتكاسة. ما قاله المرزوقي أنا شخصيا راجعته، وممكن وقع المبالغة فيما قال، وإن كنت لا أشاطره في شيء، وهو أن يتوجه إلى الحكومة ماكرون وإلى الحكومة الفرنسية، ما لا توجه لها، لا توجه للحكومات، يجب التوجه للمجتمعات المدنية في مختلف البلدان وهذا محمود. أما أن تتوجه إلى الحكومات بعينها فإن هذا مرفوض، لأن أي حكومة بالتعريف هي تبحث على مصالحها، على مصالحها. ونعرف أن فرنسا هي أصبحت يعني هي مساندة للانقلاب، مساندته، وإن كانت الآن تختلف معه في بعض التفاصيل خاصة في مسألة تنزيل حكومة المجالس والقاعدة فقط. أما ما عدا ذلك فإنها تريد أن تبقى على الانقلاب لأن في حاجة إلى ديكتاتور نظام رئاسوي حتى تستطيع تتحكم في المجالات والمسارات في تونس. وبالتالي يعني بقدر ما نقول أن التعاون الدولي بين الشعوب هذا أمر طبيعي ومعروف، بقدر ما نؤدين كله توجه نحو حكومة معينة مهما كانت لتسند المجتمع التونسي ضد حكومته، لأن المسألة حكومة داخلية، المسألة مسألة داخلية، والشعب التونسي يعرف كيف يقرر مصيره. شكرا جزيلا لك سيدي الكريم الأستاذ القانون الدستوري الأستاذ عبد الوهاب معطر، شكرا على هذه المشاركة. مشاهدينا الأفاضل نشكر حسن المتابعة ونلتقي غدا بإذن الله، إلى اللقاء.